طريقة اللينيرايزيشن, how to linearize a nonlinear system around some equilibrium point, راح نوضحها الآن. أول شيء, ما هي الإكوليبريم بوينت اللي إحنا راح نسوي حول هاللينيرايزيشن؟ حنسميها XE, إحداثياتها X1E, X2E. هي فد إكوليبريم بوينت للسيستم اللي هو X1 dot equals F1 و X2 dot equals F2. طبعا إذا نفترض أن F1 F2 هما differentiable around the equilibrium point. نيجي الآن إلى اللينيرايزيشن, هو أنه نعملها حول في منطقة تحيط بالإكوليبريم بوينت. يعني we are interested in the trajectories near x1 x2 equilibrium. زين, شو معناته؟ معناته انا اريد اطلع بمسافه من الايكوليبريوم, يعني بعد معين, يعني عن x1e ومسافه عن x2e. هاي المسافه راح اسميها y1 تساوي بعد x1 عن x1e, والمسافه الثانيه اللي هي y2 تسمى x2 ناقص x2e, او مسافه x2 عن الايكوليبريوم. هاي ال y1 وال y2 هي بعد معين او small perturbation يفصلني عن الإكوليبريوم بوينت, لان انا راح اشتغل حول الإكوليبريوم بوينت بمنطقه معينه احداثياتها, خلينا نقول هاي الريجن اللي هي من y1 و y2 اللي هي صغيره. راح نستفيد من هذه الاحداثيات الجديده حتى نفتح معادلة X1 dot و X2 dot باستخدام تايلر سيريز. إذا تذكروها إنه X1 dot راح تصير هي نفس ال F1 but at the equilibrium point, يعني نعوض ال equilibrium plus partial F1 partial X1 ونعوض ال equilibrium بالمشتقات في X1 minus X1E اللي هي النقطة مسافة X1 عن X1E, وبالإضافة إلى مشتقة F1 partial X2 at the equilibrium في المسافة, زائد راح تطلع لي terms أخرى من series اللي هي تبدي تظهر non-linear terms اللي هي second order والmultiple of أقواس, ضرب الأقواس أو states اللي هي هذه بهذا الشكل. هذه ال higher order terms اللي راح تظهر لي بالمعادلتين, طبعا هذه هي X2 dot ايضا انفتحت تايلر سيريز بنفس الطريقه, وايضا بها هاير اوردر تيرمز. احنا راح نهملها ليش؟ لانه احنا بنشتغل بمنطقه صغيره من قريبه من الاكس 2 اكوليبريوم, فهذه التيرمز نقدر نهملها باعتبار هاي داخل الاقواس قيم قليله راح تطلع. For sufficiently small neighborhood of equilibrium, higher order terms are neglected or negligible. زين, هسه إذا تتذكرون إحنا هذا القوس هذا شو اسمه X1 minus X1E اسمه Y1, و X2 ناقص X2E اسمه Y2, فراح أشيل هذا القوس أسميه Y1 وراح أشيل هذا القوس أسميه Y2. زين, إذا أشتق هاي Y1 شو تطلع لي؟ يطلع لي Y1 دوت تساوي X1 دوت ناقص صفر. ليش صفر؟ لأن هذا constant بينما هذا X1 of T, وكذلك Y2 دوت تساوي X2 دوت ناقص صفر. إذا X1 dot تساوي Y1 dot و X2 dot تساوي Y2 dot, فرح راح أساوي هاي المعادلة وأسميها Y1 dot تساوي X1 dot اللي هي هاي, وأشيل الأقواس وأسميها Y1 و Y2. زين, إذا راح تطلع لي Y1 dot تساوي X1 dot اللي هي بادية من البارشال اللي هو هذا, وأعوض بيه الإكوليبريوم في Y1 زائد البارشل الثاني اعوض بالإكوليبريوم في y2, وهذا الكلام ايضا ينطبق على y2 دوت اللي هو x2 دوت اللي هو البارشل في y1 بارشل في y2. ممكن اسالكم وين راحت f1 و f2 من اجينا عوضها هنا؟ ليش بدينا بالبارشل؟ اذا تفكرون اللحظات, f1 بالإكوليبريوم ايش كده تساوي؟ صفر, لأنه يعني احنا قلنا F1 و F2 at the equilibrium تساوي 0, فطبعا هذا الترم يساوي 0. هاي المعلومة احنا ماخذيها سابقا انه بالإكوليبريوم بوينت F1 تساوي 0 او X1 تساوي 0, لهذا اختفت من هاي المعادلة. فهاي بعد ما نصفيهم نكتبهم هنا حتى نصفيهم, حتى يصير عندي إذا نكتبهم بشكل آخر Y1 dot equals
A11 Y1 زائد A12 Y2 Y2 dot A21 Y1 زائد A22 Y2. طبعا هاي ال AIJ والI هي 1 2 هي عبارة عن البارشال F بالنسبة لمرة ال X ومرة ال X2 سميتها AA. ليش؟ لأن هي حقيقة بعد ما أشتق وأعوض الإكوليبريوم راح تطلع لي أرقام هنا بهاي الأماكن، لهذا السبب سميتها A11 A12 إلى آخره. زين، هسه صار السيستم ده تشوفوا قدامكم ده يصير عبارة عن two first order differential equation. على اليمين أكو non-linear term؟ لا يوجد أي non-linear term. فالسيستم اللي كان non-linear اللي كنا مسميه F1 وF2 كانت function non-linear، هسه بهذا الشكل احنا حولناها إلى linear system حول الـ equilibrium point XE. وطبعا إذا هذا linear system أقدر أكتبه على شكل Y dot تساوي AY بالـ state space، والـ A هي عبارة عن الـ A11, A12, A21, A22 واللي هي نفسها الـ partial F partial X at the equilibrium point. هاي الماتريكس الجديدة اللي حصلناها من الـ linearization إذا سامعين بيها اللي هي partial F partial X يسموها الـ Jacobian matrix. زين، هسه نجي على فد ملاحظات مهمة. The trajectories of the non-linear system يعني trajectories بالface plane للسيستم هو non-linear حول equilibrium point معينة في منطقة صغيرة حول equilibrium point، مثل ما قلنا سابقا هي قريبة من trajectories للlinearized system أو للlinear version of the system إذا رسمنا له الفيس بورتريت. يعني إحنا بعد ما حصلنا linearized system حول equilibrium point راح نحصل على trajectories أو face portrait. يعني إذا نرسم non-linear واللينير راح يكونون متشابهين في face portrait، ولكن فقط في هذه المنطقة. يعني linearized system يتصرف نفس التصرف non-linear system الأصلي في هذه المنطقة الصغيرة المحيطة بالequilibrium point فقط. يعني زين، إذا كانت الequilibrium point of the linearized state equation إذا كانت stable node أو unstable node، أو إذا كانت stable focus أو unstable focus أو saddle point، إذا بالsmall neighborhood للequilibrium point the trajectory of the nonlinear system will behave like a stable node unstable node. يعني يبقى تصرفه، يعني أنا هسه مو أخذت linearized system واللinearized system هذا رسمت له الface portrait. أوكي، الفيس بورتريت بهاي المنطقة اللي أني حولت السيستم بيها إلى لينيار راح يطلع لي فيس بورتريت حسب الايجن فاليوز مال المصفوفة الجديدة A. إذا يعني والإكوليبريم بوينت التايب مالتها يطلع حسب الايجن فاليوز. مثلا إذا طلعت لي ستيبل نود، زين، فمعناتها السيستم الأصلي النون لينيار أراوند ذا إكوليبريم بوينت ويل بيهيف لايك ذيس. يعني الإكوليبريم بوينت بالنونلينير سيستم الأصلي أيضا راح يكون ستيبل نود. وإذا حصلت مثلا باللينير سيستم ماتريكس A طلعت لي الأيجن فاليوز كومبلكس كونجوكيت والفيس بورتريت يطلع لي سبايرال بحيث إنه الإكوليبريم بوينت هي ستيبل فوكس، زين، هذا للينير سيستم، فمعناتها إنه السيستم النونلينير الأصلي هم الإكوليبريوم بوينت بهاي المنطقة هي كانت ستيبل فوكس وهكذا. يعني القصد أنه ما طول أنا خذت منطقة صغيرة حول الإكوليبريوم بوينت وأخذت لها اللينير سيستم أو سويت لينيرايزيشن للنون لينير سيستم حول هاي المنطقة، أي يعني السيستم الجديد اللينير السهل اللي إحنا نقدر نستفيد من كل ال خلينا نقول ال theorems of linear systems الممكن نستخدمها ويا هذا اللينير سيستم حتى ندرس الستيبلتي ونعرف تصرف السيستم، كلها تنطبق في هذه المنطقة الصغيرة وتقدر تنطين انطباع عن تصرف السيستم الأصلي النون لينير بهاي المنطقة فقط. فإذا أنا أقدر أستفيد من اللينيرايزيشن هاي الفائدة الكبيرة إنه ينطيني يعني صورة حول تصرف السيستم النون لينير اللي ما قدرت أحلله و نقول وافتح يعني اشوف تصرفه كنون لينير سيستم جلوبالي، ولكن انا اقدر لوكالي حاول نقطه تهمني اللي هي واحده من الاكوليبريوم بوينت اقدر افهم شلون ده صار في هاي المنطقه
عن طريق تحويله الى linear system. زين around هذه النقطه، وهذا linear system انا عندي theory كبيره باللينير سيستمز، اطلع الايجن فاليوز، اشوفهم stable or unstable، ارسم له الفيس بورتريت، يعني كل اللي نقدر يعني اللي درسناه باللينير سيستم نقدر يعني غالبا نطبق على السيستم هذا، ولكن بشرط انه نبقى بالحدود اللي هي y1 و y2 اللي حكينا عنها، ونقدر نفهم تصرف السيستم والستابيليتي بهاي المنطقه الصغيره.